إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذا البث الصباحي مباشرة من مدينة بوفكران. اللهم ارفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل يا أرحم الراحمين، لأننا توحشنا الأحباب ديالنا والأصدقاء ديالنا، وتوحشنا الحياة الطبيعية ديالنا، توحشنا نصليو في المساجد، وتوحشنا الأحباب كما قلت لكم. فمشاهدينا الكرام، هذه أجواء مدينة بوفكران الصباحية، فمرحبا بكم في هذا البث المباشر. مرحبا بتعاليقكم، مرحبا بآرائكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. صباح الخير والسعادة والأمل بالله لوتي، شكرا لك، صباح النور لكل متابعينا الكرام. إذن أسعد الله صباحكم جميعا، إن شاء الله نسمعوا أخبار زوينة في هذه الساعات القادمة، كل ما يتعلق بالكوفيد 19. مشاهدينا الكرام، مجيد عليكم سلام، نوفل وعليكم سلام. إذن خليكم معنا في هذه الجولة الصباحية مباشرة من مدينة بوفكران، نديروا جولة بأهم الشوارع بالمدينة، نديروا جولة بالشارع الرئيسي لمدينة بوفكران أيضا. يا ربي آمين. شكرا الأخت هند. شوفوا الأجواء كي دايره، جو مشمس مع 8 ديال الصباح، إذن باينة حتى اليوم غادي يكون نهار سخون، فتقريبا منذ 10 أيام والحال سخون هنا في مدينة بوفكران، ربما كباقي المدن المغربية. إذن مرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية مشاهدينا الكرام، خالفي وعليكم السلام. مرحبا بتعليقكم ومرحبا بآرائكم مشاهدينا الكرام. حسان من المحمدية، تحياتي لك خويا حسان، وتحية الساكنة ديال مدينة المحمدية، مدينة الزهور الحسن. صباح النور، صباح الخير خويا إبراهيم، صباح الخير من ليبيا وجدي، شكرا لك. صباح الخير للجميع، عبدال شكرا، وعليكم السلام أبو بكر الراقي. إذن مرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية مباشرة من مدينة بوفكران، شوفوا الأجواء ديال الشوارع أو الأحياء بالمدينة، ونشوفوا أيضا الشارع الرئيسي للمدينة، أجواء الصباحية. صباح النور من لوكسمبورغ سميرة، شكرا لك. وجاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، قلوبنا معكم إن شاء الله. سير شوف شباب خران حميد، شكرا لك أيضا. سلام خويا، انا تنحييك من بوفكران عبد الله كوثر. شكرا اخ عبد الله وللاخت كوثر، ما عرفت شكون معايا، شكرا. طبقنا على بوفكران، شكرا خويا بيبو انس، وعليكم السلام. اذا مشاهدينا الكرام، كما قلت لكم صباح الخير بعيجه، فخليكم معنا في هذه الجوله الصباحيه، نشوفوا شوارع المدينه، ونشوفوا ايضا الشارع الرئيسي والاجواء. فكما كتعرفوا مدينه بوفكران معروفه بالشوايه ديالها، المقاهي ديالها، والفلاحه ديالها، فمدينه بوفكران مدينه فلاحيه بامتياز. فغديروا جوله في الشارع الرئيسي، نشوفوا المقاهي، لقاش البارح كان القرار باش يبداو يخدموا ابتداء من تاريخ الامس يوم الجمعه، فنشوفوا اليوم واش حالين المقاهي والمطاعم ولا مازال. ايضا تحيه مدينه مكناس خويا حميد، شكرا لك. صباح النور خويا من كازا، شكرا لكم، كتفوجوا علينا. مرحبا ليلى الاخت الكريمه، ومرحبا بكم كل متابعي قناه شوف تي في داخل وخارج ارض الوطن. من هذا المنبر احييكم مشاهدينا الكرام. إذن هذا الشارع الرئيسي لمدينة بوفكران. السلام عليكم محا. إذن بالنسبة للتعليق، فاللي ما قريتلوش التعليق ديالو يعاود يكتب، حيت كاينين بزاف كيدوزو بالزربة. يا ماكلينا فيها زوينة فاطمة، نعم الأخت الكريمة، فبوفكران معروفة بالشوية ديالها. مرحبا بكم إن شاء الله ملي ترفع الحجر الصحي وتولي الأمور المجاري ديالها، فمرحبا بكم في مدينة بوفكران، تاكلوا الشوا شي حاجة زوينة، ومرحبا بكم. صحراوية صحراوية، صباح النور. رشيد سلام من فرنسا، شكرا لك. صباح سلام اخي، الله يبارك زين، شكرا خويا عبد القادر.
او مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر في هذه الجوله الصباحيه، ومرحبا بكل متابعي قناه شوف تيفي. مرحبا بتعاليقكم، مرحبا بارائكم، لان هذه اجواء تحيه من بريطانيا. نيكو خليفي شكرا لك، وشكرا لجاليتنا المغربيه المقيمه ببريطانيا، قلوبنا معكم مغاربه المهجر. ان شاء الله في القريب العاجل ترجع المياه للمجاري ديالها، نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، وتجيو تشوفوا الاهل والاحباب ديالكم بالمغرب الحبيب، لان هذه اجواء مدينه بوفكران الشارع الرئيسي. مباشره معكم على قناه شوف تيفي. الله يلطف بينا جميع يا ولدي توريا، شكرا لك، مرحبا بك في هذا اللقاء المباشر. صباح النور، نشكرك على البث المباشر. شكرا خويا محمد، صباح النور ناس بوفكران. عبدو تحياتي من بويافار، تحياتي ليك وتحياتي الساكنه ديال بويافار، تحيه من بروكسل. مرحبا بكم مغاربه العالم داخل وخارج ارض الوطن، في هذه الجوله كنديروها لكم انتم مغاربه العالم داخل وخارج ارض الوطن. قربوكم من الاجواء الصباحيه اللي ما كيعرفش بوفكران يتعرف عليها، وبالنسبه للساكنه ديال بوفكران فهما كيتوحشوا بوفكران، وهذا هو المراد من هذه الجوله الصباحيه دائما على قناه شوف تيفي. صباح الخير من كازا فيصل، تحياتي لك وتحياتي ساكنه مدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه. صباح الخير، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، امين يا رب العالمين. اذا مشاهدينا الكرام، فماذا بينا تقولوا لنا الاجواء عندكم كيفاش دايره في المدينه ديالكم او في الحومه ديالكم؟ واش الناس ملتزمين بالحجر الصحي في المدينه او في الحومه ديالكم او في الدرب ديالكم؟ فمرحبا بكم ومرحبا بتعاليقكم. فكما كتعرفوا في الحجر الصحي مازال ساري المفعول ديالو حتى 10 يونيو ان شاء الله، ولما لا من 10 يونيو او 11 يونيو نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، ونكونوا صفر حاله بالمملكه المغربيه وبجميع المدن المغربيه. فنحن في مكناس تقريبا منذ 10 ايام منذ خروج اخر حاله، ونحن بصفر حاله ما شاء الله. فبعد ما كانت مكناس بؤره للفيروس بالمملكه المغربيه، فالحمد لله مكناس انتصرت على الكوفيد 19 واصبحت بصفر حاله. جهه فاس مكناس ايضا، كنهضر على الجهه ككل، فيها فاس مكناس الحاجب صفرو بولمان اقليم افران ايضا، فان شاء الله عدد الشفاء في تصاعد وقلة الإصابات، وإن شاء الله قريبا أيضا فاس مكناس، جهة فاس مكناس بصفر حالة، وقريبا إن شاء الله جميع الجهات بصفر حالة بحول الله وقوته. بونجور شكيب، بونجور خويا شكيب، طنجة حيسواني لا يوجد أي التزام. محمد صالحي الله يهديهم أخي الكريم، فكما قلت لكم في الحجر الصحي لا زال المفعول ساري بالعمل. تحياتي لك خويا وليد مرضي، شكرا، اصبح خير مغاربة الزوينين، شكرا لك. هو راه مزيان زكريا، شكرا لك. صباح الورد من الدار البيضاء الفلو عبدال، شكرا لك، وصباح النور ايضا لكم جميعا. صباح الخير معك عبد الله من امزمير، شكرا خويا. تحيه من بن سليمان، شكرا خويا سيمو ايضا. صباح النور ميمتي، صباح الخير، السلام عليكم من فرانكفورت. بالنسبه لفتح الحدود كاين شي خبر جديد خويا؟ ما كاينش شي خبر جديد لحد الان، هناك اخبار متداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتقول بلا 15/6 غادي تحل المطارات، لكن لا تاكيد حتى الان. إذا بالنسبة للمشاهدين اللي عاد التحقوا بنا، نحن نتواجد بمدينة بوفكران مغاربة العالم. فمدينة بوفكران معروفة بالشوية ديالها والمطاعم ديالها، فكما كتشوفوا كل شيء مازال مسدود.
هذه بلدية بوفكران، هذه البلدية ديالنا. وهذه أجواء الشارع الرئيسي للمدينة. تحية من ولاد زهراء، شكرا لكم الأخ حمزة. تودا ملاك بونجور ورزازات، شكرا ومرحبا بالساكنة ديال ورزازات. بيبو من مراكش، شكرا لك. إذن شكرا على تعليقكم، شكرا على آرائكم، ومرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية بالمدينة. فكما شفتوا معنا، شفنا الشارع الرئيسي، والآن غنديروا جولة بأهم الشوارع بالمدينة. إذن أخي الكريم، نشكركم على البث المباشر والتغطية. نتمنى يرفع علينا الله وعلينا هذه الجائحة ويشفي مرضى المسلمين. آمين خويا أو الأخت. شكرا على تعليقكم، ومرحبا بكم على قناتكم شوف تي في دائما وابدا. فكما عودناكم دائما في قلب الحدث، وان شاء الله سنبقى كذلك. كنت اصطاد السمك بواد بوفكران، واش مازال فيه الحوت؟ تحياتي من فاس. خويا واد بوفكران ما بقاش فيه الحوت، فان شاء الله المسؤولين يتهلاو شويه في هذاك الواد ديال بوفكران. فمادام انك جبتي واد بوفكران ونحن نتواجد ببوفكران، فانا غادي نقول لكم القصه ديال واد بوفكران للكثير منكم ما تعرفوهاش. فإلى قريتوا التاريخ ديال المملكه المغربيه، فواد بوفكران كاين في التاريخ ديال المغرب. فهناك معركه وقعت بين الاستعمار الفرنسي وساكنه مكناس على الماء ديال بوفكران، او ما يسميه المكنسيون بالماء الحلو. فالاستعمار الفرنسي كان حبس الماء ديال بوفكران على الساكنه ديال مكناس، فوقعت معركه بين الفرنسيين وساكنه مكناس، وسميت بمعركه واد بوفكران نسبه الى الواد ديال بوفكران. فكاينه في تاريخ المغرب، فبزاف الناس ما تعرفوهاش. فإلا قلبتوا في التاريخ ديال المغرب غادي تلقاو بان هناك معركه سميتها معركة واد بوفكران، وقعت بين الاستعمار الفرنسي والمكنسيين اللي داروا هذه المعركة على قبل الواد ديال بوفكران، لأن الاستعمار حبس الماء على الساكنة ديال مكناس. تحية طيبة من صفرو حديقة المغرب، شكرا لك. وتحياتي الساكنة ديال مدينة صفرو، وتحياتي لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. فهاد الجولة هذه الصباحية كنديروها لكم أنتم مغاربة العالم، تشوفوا معنا الأجواء ديال المدن المغربية. تحية من الخميسات، شكرا خويا أحمد من نومي، تحياتي لك مباشرة من بوفكران. فهذه أجواء الشوارع بالمدينة، شفنا الشارع الرئيسي، والآن غادي نشوفوا بعض الشوارع بمدينة بوفكران. نرجو لكم السلامة في حفظ الله ورعايته، وصباحكم سعيد وسلامة خدمتكم الرائعة. الحسين، شكرا لك على هذا التعليق الزوين اللي كيزيدنا فخر وكيزيد يشحننا كمراسلين باش نعطيو أكثر وأكثر. فهادشي كله كنديروه لكم أنتم مشاهدينا الكرام، فأي حاجة زوينة كنبغيو نوريوها لكم أنتم مشاهدينا الكرام. فمرحبا بكم دائما وأبدا على قناتكم شوف تيفي. فقناة شوف تيفي أنتم لقبتموها بقناة الشعب، وهي كذلك، فهي صوت من لا صوت له، قناة الشعب بامتياز. بوفكران مزيان، تحية من الناظور خاصة من عريض، شكرا خويا عريض. تحياتي ساكنة مدينة الناظور، صباح الخير من بوفكران. سهيلة سهى، مرحبا بك في المدينة ديالك، حنا في المنزة 3. تحية من مدينة تفراوت. إذن هذه أجواء الشوارع أو الأحياء بمدينة بوفكران. بالنسبة للمشاهدين اللي عاد التحقوا بنا، نحن نتواجد مباشرة من مدينة بوفكران، جولة صباحية بالمدينة بأهم الشوارع والأحياء بمدينة بوفكران. تحية طيبة من فرنسا خويا أيوب، تحياتي لك وتحياتي للجالية المغربية المقيمة بفرنسا مجيد، وعليكم السلام. إذا ماذا بينا تقولوا لنا كي دايره الجو عندكم؟ واش الناس ملتزمين
بالحجر الصحي في المدينة أو في الحي أو في الدرب اللي كتعيشوا فيه. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، لكم كل تحية. شكرا خويا حمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام، سمعكم من مريرة، بغينا نمشيو لبوفكران، واش ماشي مشكل خويا؟ كاين المشكل، ما تقدرش تجي من مدينة البوفكران إلا لكانت عندك رخصة ديال التنقل الاستثنائية. تحية من طنجة، صباح الخير مدينة الخميسات خويا أنس، صباح النور. تحية من طنجة، تحياتي خويا رضوان، تحياتي ليك وتحية الساكنة ديال طنجة العالية سعيدة، مرحبا بك. صراحة شوف تي في، برعاتنا فيفغ شوف تي في من طنجة للقويرة. شكرا خويا بيبو، سلام، صباح النور. تحياتي، تحياتي خويا عبد الملك، تحية من شتوكا إتباع، تحية صاحبة الأمال، سلام، صباح النور خويا عبد الملك، صباح الخير. إذا نحن نتواجد مباشرة مدينة بوفكران، شفنا أجواء ديال الشارع الرئيسي بالمدينة، شفنا بعض الشوارع أيضا، ولا زالت جولتنا مستمرة. فمرحبا بكم متابعينا الكرام داخل وخارج أرض الوطن في هذه الجولة الصباحية مباشرة من مدينة بوفكران من إقليم تنغير. الناس ملتزمين، شكرا خويا محمد، وتحياتي للناس اللي ملتزمة بالحجر الصحي. تحية وصباح الخير من تفل جماعة أيت بوحية الحجامة، شكرا خويا، وتحياتي للناس تفل. تحية من هولندا حمزة، شكرا لك أيضا، وتحياتي لمغاربة هولندا. إذا جولتنا لا زالت متواصلة مشاهدينا الكرام، كما عودناكم دائما جولة صباحية بمدينة بوفكران، والزملاء أيضا بجميع المدن المغربية كيديروا جولة صباحية. تحية من أمستردام، تحياتي ليك خويا سمير، وعليكم السلام سيمو، ومرحبا بك. لارا لوف، سلام من اوكرانيا، تحياتي ليك وتحية المغاربة المقيمة باوكرانيا الاخت الكريمة. يا رب تجعل حياتك نور على نور يا رب من الداخلة. شكرا خويا ابراهيم، احنا وياكم ان شاء الله، فنتمنوا خير، نتفائل خيرا نجدوه، فرب الخير لا يأتي الا بالخير. صدقوني مشاهدينا الكرام، فهذه الجائحة في القريب العاجل ان شاء الله غادي تمشي في حالها، فالفرج قريب إن شاء الله. تفاءلوا خيرا تجدوه، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. مشاهدينا الكرام، تحية شفتي من الإمارات، شكرا خويا، وتحياتي المغاربة الخليج. إذن كما كتشوفوا رجعنا للشارع الرئيسي بالمدينة، مرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية، مرحبا بتعاليقكم ومرحبا بآرائكم. جو سوي دليل، شكرا لك متابعينا من فرنسا، وتحياتي الساكنة دليل المدينة الفرنسية أقصى شمال فرنسا، الله يرفع الوباء إن شاء الله، آمين. أخت سعيدة لطيفة ما شاء الله عليكم، تحياتي من صفرو، أنا وولدي ديما متبعاكم، شكرا لطيفة، تحياتي لك وتحياتي للولد ديالك حتى هو، ومرحبا بكم معنا في قناة شوف تي في. السلام عليكم، تحياتي من تطوان، شكرا على هذه الجولة، مرحبا بكم فهذه الجولة كنديروها لكم أنتم مشاهدين الكرام داخل وخارج أرض الوطن. حميدة، فين جات بوفكران؟ بوفكران تقع بين مدينتي مكناس والحاجب، فبوفكران تابعة لعمالة مكناس، وكتبعد تقريبا 18 الكيلومتر على مدينة مكناس. ارحمنا برحمته الأخت صباح، آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم، أنا من محبي قناة شوف تي في خويا محمد، مرحبا بك.
فقناة شوف تي في قناتكم أنتم مشاهدين الكرام داخل وخارج أرض الوطن. إذن هذا المسجد القديم بمدينة بوفكران، فالمساجد لا زالت مغلقة، اللهم ارفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل إن شاء الله، ونرجع نصلي صلاة الجماعة يا أرحم الراحمين. تحية شوف تي في من لوس أنجلوس، شكرا خويا عدنان، وتحياتي الجالية المقيمة جاليتنا المغربية المقيمة بأمريكا، عفاك نشوف الواد ببو مرة أخرى إن شاء الله، وندير بكم جولة بواد بوفكران إن شاء الله من قلب واد بوفكران. صباح الخير من هولندا، شكرا خويا نزار، تحياتي المغاربة هولندا، تحياتي لك من مراكش، ما باقي والو، الانتصار مراكش ما بقى والو إن شاء الله. كاين بزاف ديال المدن المغربية انتصرت على الفيروس أو كوفيد 19، وفي القريب إن شاء الله في الأيام المقبلة في الساعات القليلة القادمة إن شاء الله، فغادي نسمعوا بزاف ديال المدن المغربية انتصرت أيضا على الكوفيد 19. من بعد غنسمعوا بزاف ديال الجهات غينتصروا على الكوفيد 19، وأخيرا غنسمعوا بالله المملكة المغربية انتصرت على الكوفيد 19 في القريب العاجل إن شاء الله. فنحن كمواطنون ما علينا إلا التزموا بالحجر الصحي اللي مازال ساري المفعول ديالو حتى 10 يونيو إن شاء الله. الكمامات الواقية أو ليبافيت ما نساوهمش اليوم، ضروريين وإجباريين. ما نساوش تعقيم اليدين وغسل اليدين بزاف المرات في اليوم. ما نساوش مسافة الأمان بيننا وبين الناس اللي كندويو معاهم ملي كنخرجوا للضرورة. وتحياتي للناس اللي ملتزمين واللي ما ملتزمينش، فالله يهديهم علينا.